بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث عن عباد بن تميم التابعي، عن عبد الله بن زيد المازني الصحابي، أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شكي هذا مبني للمجهول، لم يسمى من الشاكي، ولا يترتب على هذا نقص، لأنه لم يذكر الشاكي لا يترتب عليه نقص. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، خيلوا إليه للصلاة أنه خرج منه شيء، يعني شيء ينقض الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، يعني لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا للخارج أو يجد ريحا، يعني يتحقق من خروج الشيء بوجود إحدى هاتين العلامتين. هذا حديث عظيم فيه فوائد للمسلمين، ويحل مشاكل كثيرة عن المسلمين. فقوله شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من مسائل الدين. والله جل وعلا يقول: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وهو الذي يسأل، ومن بعده يسأل أهل العلم. أسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم، والعلماء ورثة الأنبياء، يرجع إليهم بعد الأنبياء فيما أشكل من أمور الدين. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قام في الصلاة يحصل عنده وساوس، هل انتقض وضوءه أو لا، ذلك أن الشيطان حريص على أن يشوش على المسلم ويشغله عن صلاته ويصرفه عنها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فهو يخيل إلى الإنسان أنه أحدث، خرج منه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سد عليه الطريق، وأفتى بأن الإنسان يستمر في صلاته ولا ينصرف منها حتى يتحقق حصول الناقض للوضوء، لأن الأصل الطهارة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. فالطهارة متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة عند أهل العلم، وهي مأخوذة من هذا الحديث، أن اليقين لا يزول بالشك. فمن تيقن أنه على طهارة وشك هل انتقض وضوءه، فإنه يبني على الأصل وهو الطهارة، ما لم يتحقق حصول ما ينقض الطهارة. وكذلك العكس، لو تيقن أنه على غير وضوء وشك هل توضأ أو لا، إن الأصل بقاء الحدث، هي لا بد يتوضأ، لأنه متيقن أنه على غير طهارة، وحصل عنده شك هل ارتفع حدثه بالوضوء أو لا أو بالاغتسال، فهذا
يجب عليه أن يتطهر، لأن اليقين لا يزول بالشك. فهذا أراح الموسوسين الذين يحصل عندهم وساوس في صلاتهم، وما أكثرهم، ما أكثر الموسوسين الذين يأتيهم الشيطان فيوقع فيهم الشك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراحهم بهذه القاعدة العظيمة، والحمد لله، لأنه يبقى على طهارته وعلى صلاته، وأنه لا يلتفت إلى الشك، فإنه من الشيطان. وقد جاء أن الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان وهو يصلي، أو يحرك شيئا من شعر دبره فيخيل إليه أنه أحدث، يوجد عنده شيء من الحركة أو من النفخ أو غير ذلك، فلا يلتفت الإنسان إليه ما لم يجد إحدى هاتين العلامتين: سماع صوت الحدث أو وجود رائحته. حينئذ زال اليقين، زال اليقين ووجد الحدث، فينصرف من صلاته ولا يستمع. فهذا الحديث فيه هذه القاعدة العظيمة، وفيه أن من تيقن الحدث وهو في الصلاة لا يجوز له أن يستمر فيها، لأن بعض الناس قد يكون قائما في الصف يصلي مع الناس ومع الجماعة، ويتيقن إن وضوءه انتقض، أو يتيقن أنه لم يتوضأ من الأصل، لكنه يستمر في الصلاة لأنه يستحي أنه يخرج. هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يستمر، لا ينصرف حتى يسمع. فدل على أنه إذا تيقن ينصرف، ولا يجوز له الاستمرار في صلاته. وهذا أجمع عليه أهل العلم، أنه ما دام أنه متيقن للطهارة فإنها باقية ولا تزول بالشك. واتخذوا منه قاعدة عامة لجميع الأشياء، لجميع الأحكام، أن اليقين لا يزول بالشك. لكن بعض العلماء يقول هذا مطلق، اليقين لا يزول بالشك قبل الصلاة أو وهو في الصلاة، ما دام أنه توضأ يقينا وشك في الحدث فإنه لا يلتفت إلى الشك، سواء قبل الصلاة أو وهو في الصلاة. وبعضهم يقول هذا إذا كان في الصلاة، إذا شك وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيقن. والراجح الأول أنه عام، أنه عام، سواء حصل الشك قبل الصلاة أو حصل وهو في أثناء الصلاة فإنه لا ينصرف منها. بينما بعض العلماء يقول إذا شك في الحدث فإنها بطلت طهارته، إذا شك في الحدث بطلت طهارته. وهذا خلاف الحديث، قالوا لأنه الأصل بقاء الصلاة في ذمته، نظروا إلى أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، وأنه لا يخرج، وأنه لا تبرأ ذمته من الصلاة إلا بيقين الطهارة، وهذا عنده شك، فرجعوا إلى أن الأصل شغل الذمة بالصلاة، وأن ذمته لا تبرأ إلا إذا تيقن أنه أداها على وجه صحيح لا لبس فيه ولا شك، وهذا عنده شك. فثلاثة أقوال في المسألة: قول الأول ظاهر الحديث أنه لا يلتفت إلى الشك مع وجود اليقين، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. قول الثاني أنه إذا كان في الصلاة لا ينصرف، وإن شك قبل دخوله في الصلاة فإنه يتوضأ. القول الثالث أنه يتوضأ مطلقا، شك في الصلاة أو خارج الصلاة،
وهذا القول الأخير خلاف الحديث فلا يعول عليه، هذا القول الأخير خلاف الحديث فلا يعول عليه، والصحيح هو الرأي الأول. والحمد